المطلوب حاليا، المطلوب حاليا هو تواجد شخصية عند الحكم. فلما الحكم يكون يتوفر على شخصية قوية، فثق بي على أنه أي تأثير خارجي أو أي ضغوطات خارجية فإنها تبقى دائما مبخرة في الهواء. فكن ثق بي على أن الحكم الذي يتوفر على شخصية قوية فلن تؤثر عليه أي ضغوطات أو أي تدخلات من أي جانب. فكن ثق بي، وهذه الكلمة الأولى والأخيرة التي يمكن أن